السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشرح المحاضرة الثانية والثالثة من مادة محطات، عفوا، مادة عمليات الحداثة الصناعية. نجي نشرح القوانين، نشرحها بشكل بسيط حتى الطالب ما يحفظها، يفهم انه القانون شلون صار. عندنا الرطوبة يساوي لنا كتلة السائل على كتلة الهواء. احنا ما نحفظ كتلة السائل، فقط نحفظ انه كتلة السائل على كتلة الهواء. اذا حوله للمولات، اذا كان عندنا مولات الان شي يساوي لنا، راح نضرب في المول كلرويد الكتلة. إذا أريد نستخرجها يعني من قانون عدد المولات، الـ n يساوي لنا ويت على مولكيولر ويت. فعندنا الـ n شي يساوي لنا، فقط تضرب في المولكيولر ويت إذا انطانا بالمولات، وبالضغط أيضا فقط نضرب بالمولكيولر ويت، يعني نفس الـ ويت نفس الماس. فيطلع لك هذا القانون الـ pt ناقصا pw، هذا هو نفس الـ PIR، يعني لأن الـ PIR زائد الـ PW يساوي لنا P total. عندنا الـ Humidity of Saturated Gas، هنا بالقانون فقط نفس القانون السابق، هنا راح نستخدم ضغط، لكن راح يكون ساتوريتد، السائل يكون ساتوريتد. هنا بي دبليو يساوي لنا ذا بارشيال بريشر اوف واتر فيبر ان اير، حتى نعرف شلون راح يجينا البي ساتوريتد. هنا البي ساتوريتد بريشر اوف واتر فيبر، يعني بخار الماء، ان ساتوريتد اير، يعني ينطيك يا اما ساتوريتد اير ام يقول لك فيبر بريشر. إذا قال لك vapor pressure أنت تعرف أنه P saturated، يعني مشبع. الـ percentage humidity مجرد أنه تقسم الـ humidity على humidity saturated، تضرب في 100%. يعني لا تحفظ لي هذا القانون، استخرج الـ humidity على حدة والـ humidity saturated على حدة، عوض أرقامهم عوض يكون أفضل حتى ما تحفظ قوانين. عندنا relative humidity اللي هي الـ PW على الـ PW saturated، هذا أيضا معلوم. humid heat نرمز له بالـ S أو الـ CH، بالأغلب إحنا في مسائلنا راح نرمز له بالـ S. تعال احفظ لي الـ S يساوي لنا CPA، يعني CP الهواء زائد CP للوتر في الهيوميديتي، بما انه عندنا ماء بخار ماء راح يصير عندنا رطوبة. تجي هنا اداة تعوض السي اي اللي هي سي بي اي، حرارة نوعية الهواء هي واحد زائدا هنا 1.9 في الهيوميديتي. عندنا هيوميد فوليوم مباشرة نحفظ لي هذا القانون الار تي على البي مع هذه القيم. هذا من التشارت، هذا ما راح تحتاجه لتحفظه. الانثالبي، الانثالبي شي يساوي لنا انثالبي الهواء زائد انثالبي الماء. انثالبي الهواء زائد انثالبي الماء نضربه في الرطوبة، الان قلنا عندنا يصير عندنا برطوبة للان ساتوريت، يعني الغير مشبع. انت احفظ لي فقط انثالبي الهواء يساوي لنا سي اي ثيتا ناقصا ثيتا ريفرنس، وانثالبي الماء سي دبليو ثيتا ناقصا ثيتا ريفرنس زائدا لتنتهيد، يعني الحرارة الكامنة. تقدر مباشرة تعوضهم بالقانون الاصلي وتستخرج النتيجة، وتقدر تحفظ لي هذا القانون. طبعا اذا انت تجي تطبق القوانين بيدك راح ما تحفظ اي قانون، مباشرة راح تحفظ القوانين مالتك.
فهنا عندنا ثيتا ناقص ثيتا ريفرنس في الاس. الاس شنو هو؟ الواحد زائدا 1.9 في هيوميديتي. ايضا هنا هيوميد بالتنتيت. هنا يشرح لك العناصر، طبعا السي اي والسي دبليو لازم يعطيك اياها بالسؤال. هاي المحاضرة الثانية انتهت، نجي نشرح المحاضرة الثالثة. عندنا الويت بالب تمبريتشر. الويت بالب هاي البويصلة، يعني كأنما عندك سينسر متحسس هذا يكون رأس المتحسس، فنسميه ويت بالب. عندنا هنا بما انه عندنا سائل راح يصير عمليه انتقال حراره كونفكشن، بالسائل كونفكشن، بالصليب كوندكشن، والاشعاع نعرفه راديشن. الاتش هذا المعامل كوفيشنت، الاي المساحه، درجه حراره، درجه حراره الريفرنس المرجعيه يعني الابتدائيه. هذا القانون اللي تحفظه، او عفوا احنا ما عندنا مسائل بي على هذا القانون. ال W يساوي ان الريت يعني معدل جريان البخار، هذا هو نفس القانون السابق اللي قلت بالكوفيشنت، بس هنا عندنا تراكيز، هنا عندنا بالضغط. اذا بالضغط راح فقط تضرب في ام دبليو على ار تي. ايضا تقدر ما تحفظ هذا القانون، بس لازم ترجع حتى تحفظ تعرف الاشتقاقات مالته، فمن الافضل تحفظ هذا القانون وتخلص. هاي الصيغة النهائية للقانون. فبعد الاشتقاقات راح يطلع لنا هذا القانون، يعني المطلوب منك فقط تحفظ لي هذا القانون اللي هو الهيوميد ناقصا هيوميديتي ساتشوريتد طبعا بالسالب. فاحنا نقدر نقلب هذا الهيوميديتي يجي مكان هذا، هنا راح يصير اشارة موجب، يعني حتى نقلب الاشارات يعني نضرب في سالب واحد كل المعادلة. هنا قيمة ال H على H D رو A هاي هو ينطيك اياها بالسؤال، واذا ما انطك اياها تاخذ الماء يساوي واحد تنتهي هو ينطيك اياها. ايضا الحرارات ينطيك اياها، يبقى عندك المجاهيل الهيوميديتي والهيوميديتي ساتوريتد. هنا ايضا كاتب لك ملاحظات تقراها راح تعرف. ناخذ المثال الاول، الاكزامبل 1. ان ا بروسيس ان ويتش ات يوزد سولفنت، استخدم مذيب البنزين، مادة البنزين evaporated لتبخير شنو النيتروجين عند درجة حرارة 297 وضغط 101.3 كيلو باسكال. كانت محصلة المكسشر الخليط برزنتج ريليتيف هيت أوف 60، يعني الريليتيف هيت يساوي لنا 60% عند درجة حرارة 297 وضغط 101.3 كيلو نيوتن على متر تربيع اللي هو باسكال. إذا كان المطلوب إرجاع 80% من البنزين عن طريق التبريد وعنده درجة حرارة 283، إذا رجع 80% راح يبقى 20%، المتبقي يكون
20%. يعني ايش قد دخل عندنا ويا النيتروجين اللي خلينا نقول تبخر؟ 20%. رجعنا من المذيب 80%، عند درجة حرارة 283 كلفن. وضغط إلى ضغط مستقر suitable pressure. What should pressure be؟ يعني يريد هذا الضغط اللي ضغط به هنا، هذا راح يعتبر بي توتال. سنجيب الحل السؤال راح نفهم. The vapor pressure، بما انه قال لك the vapor pressure، انت ايش عرفت بي دبليو ساتشوريتد؟ البنزين عند 297 يساوي لنا هالقد، وعند 283 يساوي لنا هالقد، 6 كيلو نيوتن على متر تربيع. بما انه احنا عرفنا البي ساتشوريتد والريليتف هيت عند 297، راح نطلع البي دبليو الاعتيادية الان ساتشوريتد. من طلعناها عند 297، راح مباشرة اني ما راح استخدم هاي القوانين، هاي قوانين مطولة اصلا. يعني انت عندك قانون شي يقول humidity يساوي لنا البي دبليو على البي اير. البي دبليو احنا طلعناها، البي اير طبعا في المولكلر ويت، يعني البي دبليو في 78 مولكلر ويت البنزين، البي اير 29 المولكلر مالته، فيصير بي توتال اللي هو 101.3 بعد ما نضربه في ألف ناقصا البي دبليو، راح يطلع لك الهيوميديتي للبن عفوا يطلع الهيوميديتي الآن ساتشوريتد. هذا الهيوميديتي إذا تجي تطبق بي دبليو، خلي عيده بي دبليو اللي هو يمثل البنزين، نرجع القوانين مالتنا السابقة، على البي اي ار راح يطلع لك 0.217، أفضل من ما تستخدم هذه القوانين ويكون مطول عليك، أو تخطأ بالآر أو بالتي، فيكون من الأفضل تستخدم القانون اللي قلت عنه. نجي نطلع الهيوميديتي ساتشوريتد. المقصود بالساتشوريتد انه بعد ما يتقبل اي عنصر يدخل وياه، يعني يصير مشبع بشكل كامل. فاحنا قلنا راح نرجع 80% من البنزين، اذا المتبقي اللي تشبع ويا النيتروجين هو 20%، فراح تقول او بوينت نضرب الهيوميديتي مالتنا الغير مشبع في 20% حتى يصير مشبع، فتقول 0.217 في 0.02 اللي هو 20% راح يطلع لك 0.0433 الهيوميديتي. راح نقدر نطلع حس الضغط. هذا الهيوميديتي طلعناه عند ما صار تشبع، عند يا درجة حرارة، عند درجة حرارة 283. فراح تقول humidity طبعا saturated، هنا P saturated، راح تطلع ال P total انه بس مجرد عملية رياضية. انتهينا من المثال الاول، نجي للمثال الثاني. يقول انفيزل هالقد ضغط، يعني عندنا وعاء بضغط كلي هالقد ودرج حرارة 300 كلفن. The percent relative humidity، يعني عندنا relative humidity عند درجة حرارة وضغط هالقد يساوي لنا 25%، يعني 0.05
25 عفوا 0.25. إذا كان ضغط ال partial pressure of water vapor when air is saturated، يعني عندنا في W saturated عند درج حرارة 300 كلفن يساوي لنا 3.6 كيلو باسكال. calculate، احسب أولا partial pressure of water vapor in the vessel، يعني يريد ال PW. إذا أنت عندك relative مباشرة تعويض مباشر، طبعا اللي نضربها في 1000 حتى نخلص من الكيلو، وتقدر تخليها ما عندك أي مشكلة، لكن لازم تراعي الوحدات. أول مطلوب طلعناه، المطلوب الثاني يريد specific volume of the air and water vapor. ال specific volume هو مقلوب الكثافة، اللي احنا نعرفه انه specific volume مقلوب الكثافة. فبما انه يريد specific volume، احنا راح ناخذ عند نفرض، بما انه ما منطق الحجم فتفرض انه 1 متر تكعيب الحجم. فش نسوي؟ نطلع الحجم، الكثافة شو يساوي لنا؟ الكثافة يساوي لنا الكتلة على الحجم، فاحنا راح نقلب يصير الحجم على الكتلة، هذا specific volume، يعني هنا هو ال V على الكتلة. فنجي نطلع الكتلة للوتر وبعدين نطلع الكتلة للهواء. شلون نطلع الكتلة للوتر؟ عن طريق قانون ثابت ثابت الغاز اللي هو بي في يساوي لنا ان ار تي. هو هذا نفس القانون، اذا تجي الطبقه وتشتق من عنده الماس. فالضغط ايش قد عندك؟ احنا طلعناه 900 باسكال في 18 هو المولكلر ويت. هنا ما اخذ لك 8314. اذا انت تاخذ 0.9 كيلو نيوتن، هذا راح يصير 8.314 في 300 تي درجة حرارة. طلعتها تجي تعوضها البي على الماس، راح يطلع لك specific volume الأول. كذلك نفس الطريقة specific volume للآير. المطلوب الثالث يريد الرطوبة للهواء وحجم الرطوبة. أيضا تعويض مباشر، قانون الهيوميديتي راح تقول البي بالنسبة للسائل في 18، السائل شنو هو عندنا؟ الماء. إذن 18 المولكلر ويت مالته، على البي آير. الـ PIR هو منطلنا يا الضغط الموجود بالفيزل، تضربه في المولكلر ويت مباشرة وتضرب في 1000. هنا أتوقع أنه أكو خطأ، هنا بي توتال المفروض يكون بي اير، البي اير يساوي لنا بي توتال ناقصا بي، خلينا نتأكد منه شوف ايش قد يطلع لنا. واحد صفر واحد بوينت ثلاثة ناقصا 0.9. اخوان هنا راح نعوض ال PIR اللي هو P total ناقصا ال PW،
فهنا راح يصير هو نفس هذا الضغط. بعد ما تطرح راح يطلع لك، اطرح لي 1.01.3 من 0.9 راح يطلع لك هذا الضغط. تجي تعوض راح يطلع لك هذه القيمة، المفروض تطلع هذه القيمة. الهيومد فوليوم حجم الرطوبة هو إذا عند 1 كيلوغرام من الهواء هو راح يساوي لك نفسه الـ specific volume. المطلوب الرابع يريد النسبة المئوية للهيوميديتي. مجرد قسم الهيوميديتي على هيوميديتي ساتشوريتد في 100% راح يطلع لك النتيجة. نكمل المثال الثالث والأخير. موست اير، عندك هواء رطب عندك 310 كلفن، has a wet bulb temperature of 300 كلفن. كان بالويت بالب 300 كلفن. إذا كانت الحرارة الكامنة عندك 300 كلفن يساوي لنا 2440 كيلو جول على كيلوغرام. قيم أو حدد الهيوميديتي، يعني يريد الهيوميديتي of the air ويريد relative humidity. عندك الضغط الكلي 105 كيلو نيوتن. And the vapor pressure عندك 300 vapor pressure، يعني شنو؟ يعني saturate. عندك هاي القيمتين بال saturate. احنا المطلوب شنو هو؟ الهيوميديتي و relative heat، عفوا relative humidity. فالهيوميديتي بالبداية نجي نطلعها، الهيوميديتي بما انه منطقة تقول ساتشوريتد تطلع الهيوميديتي ساتشوريتد، هاي شي طبيعي. تعويض مباشر، راح يطلع لك الهيوميديتي ساتشوريتد عند يا درجة، عند درجة 310 كلفن، عفوا 300 كلفن في البداية درجة الحرارة الأولى. بما أنه عندنا السائل هو ماء، سنجيب القانون، نرجع القانون الهيوميديتي ساتشوريتد ناقصا الهيوميديتي. طبعا هناك بالقانون كان هيوميديتي ناقصا هيوميديتي ساتشوريتد، بس هذا كان بالسالب، فهنا ضارب في سالب واحد فمقلوب، صاير هيوميديتي ساتشوريتد ناقصا هيوميديتي يساوي لنا القيمة اللي كانت. إذا ترجع للقانون ال H على H D رو A، إذا الماء كنا تساوي واحد، وإذا المركبات العضوية لازم نعطيك إياها هو يا إما 1.5 يا إما 2، على اللاتنت هيت اللي هو 2440 عندنا درجة حرارة ناقص درجة حرارة المرجعية الريفرنس، راح يطلع لك الهيوميديتي 0.018 كيلوغرام على كيلوغرام. هسه لازم نطلع ريليتيف هيت. ريليتيف هيت شي يساوي لنا؟ ريليتيف هيت يساوي لنا البي دبليو على البي دبليو ساتشوريتد، يعني المشبع غير المشبع على المشبع. هنيجي لازم نطلع البي دبليو الان ساتشوريتد، فراح نجي عندك 310 كلفن. نرجع للسؤال مالتنا، رطوبة عندك 300 بيصير ويت بالب. فإذا كان خلينا نرجع الحل مالتنا حتى نفهم هذا شلون صار. عفوا، بما أنه طلعنا الهيوميديتي اللي كان 0.018، عندك هاي 0.078 تحذفها لأنه هذه خطأ،
تعوض مكانها 0.018. قانون هيوم شو يساوي لنا؟ ال بي دبليو على ال بي اي ار، بي اي ار بي توتال ناقصان، يعني تعويض مباشر، ما بي اي مشكلة، يعني ما راح نستخدم هنا 310 كلفن، ما لنا اي علاقة بيه. راح تطلع لنا ال بي دبليو هذه القيمة. الريليتيف هيوميديتي نجي نحسبها عند 310 عند درجة حرارة النهائية، لأن هو يريد بيرسنتج ريليتيف هيوميديتي، فتجي راح نقول بي دبليو على البي دبليو ساتوريتد، هنا ضارب في 100، هاي 100 اللي هي البيرسنتج، يعني البي دبليو على البي دبليو ساتوريتد في 100%، راح يطلع لك 46.7%.